أهلا وسهلا فيكم. أمي شو صار؟ بابا وينه؟ بدي شوفه لبابا. ما تقلق بابا بخير، هلأ بيجي، رح يجي. لا تخاف ماما، يلا روح روح على غرفتك. أخي النائب يجيت وين؟ أخوك بالغرفة الثالثة على جهة اليمين. فرهاد فرهاد أخي كيف صار؟ عفواً من حضرتك؟ أنا أخوه الكبير للنائب يجيت. إيه هو أخوه الكبير، بدي أعرف كيف وضعه لو سمحت. خبرني كيف استنى شوي، كيف حالته هلأ؟ بعد بعد لو سمحت اهدى شوي فرهاد اسمعني، روق شوي، اهدى روق شوي، هلأ منعرف كل شي. الشرطة جوا، لو صاير شي مو منيح مع يجيت كنا عرفنا. فرهاد ما تعمل هيك، خلص بقى. هذا اللي برا أخوه؟ إيه أخوه فرهاد أصلاً. حطوا رجال تانيين على الباب إذا في ضرورة، ما حدا يقرب على الغرفة. رح نمسك المجرمين خلال ساعة. خبر الرجال يلي برا انه ينتبهوا مزبوط. تمام سيدي، سكرنا المداخل. كيف صار وضع النائب؟ استاذ ضغطك منيح، الوضع مستقر. يسلموا. تفضل. حضرة النائب، رجال عرفوا المسؤول عن العملية، انت تحت التهديد ويمكن يحاول يقتلوك. نحن وزعنا رجالنا حوالين محيط بيتك، وحسب المعلومات في ناس عم يراقبوك. ايه طيب فهمت، بدون ما نعذب حالنا وندور عليهم، هن رح يجوا لعنا. انتبه حضرة النائب. ما تقلق، يسلموا. حبيبي شو ما خلصت لبس؟ رح خلص بس شوي وبجي. يلا استعجل شوي. طيب هلا بجي. أهلا وسهلا بحضرتك. الحمد لله على السلامة. شكرا. كيف الوضع؟ لهلا ما حدا عارف انه نقلناك لهون، خلينا الكل يفكروا انه انت بالمستشفى. في احتمال انه نفس الاشخاص اذا عرفوا انه ما نجحوا بقتلك يرجعوا ليكملوا العملية، وقتها هن رح يكونوا وقعوا بالفخ. حلو كتير، انا لازم اعرف اول باول شو عم تعملوا. بعتذر ما فيني اعطيك اي معلومات هلا، لانه انسحبوا القضية من حضرتك. كيف؟ الهيئة العليا قررت هذا الشيء لأنه فكرت أنه حضرتك حجبت أدلة مهمة. أنت بتعرف أنه هالحكي عبارة عن تهمة كبيرة. الهيئة العليا أخذت القرار لأنك ما قيمت الأدلة منيح وما استدعيت المتهمين لتحقق معهم. بس أنا فنيت عمري كله لأمسك نامق أمير خان. آسف هذا اللي صار حضرة النائب، ومطلوب منا هلأ أنه نخبيك أنت وعيلتك بمكان آمن برا اسطنبول لحتى ما تتعرضوا لأي خطر محتمل، ومشان هيك خصصنا سيارة لحضرتك ومكان لحتى تقدروا تعيشوا فيه. خلال ساعة واحدة رح نبدأ بنقلكم. ايه فهمت عليك، يعني أخذوا القرار. ماشي،
خليهم يبعدوني وياخذوا القضية مني، بس بحلف لكم نهاية نامق أمير خان رح تكون على إيدي.